السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدت من جديد في فيديو جديد. أول وقبل كل شيء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صباحكم مبروك. كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. لما في الفيديو اليوم، قررت هاد الصباح ندي وليداتي فواحد الجولة للبحر ونفطروا تما. اليوم نوض شوية بكري باش نوجد شوية الفطور، شوية القهوة أتاي اللي غنفطرو باش نفطرو في البحر، وخرجت شوية وليداتي يدورو شوية. دابا جايبين مساكن سيمانة، هما كيقولو ماما خرجوا شوية مع كان واحد التيمبو سيمانة اللي فاتت، التيمبو ماشي كان شي كيساعد باش بنادم يخرج يمشي للبحر. وهاد اليومين زادت الحرارة، واليوم الحرارة أصلا بزاف زعما زادت، وقلنا قررنا اليوم قلتنا نمشيو نديهم ندورهم شويه نخرجهم شويه للبحر. وكما كتشوفوا جينا للبحر ديال امبوريا برافا، بالضبط في الروبينا. الناس اللي ساكنين في اسبانيا عارفين فين زعما فين جات في كاتالونيا. هاد الجهه مزيونه بزاف كتعجبني، علاه دائما كل الصيف كنجيو لها. ما احنا قريبه لينا، فين ساكنه انا قريبه ليلي غير 20 دقيقه من الدار. كيف كتشوفوا المنظر جميل جدا. ايوا نخليكم مع الفيديو وتشوفوا شويه هاد المناظر، ومن بعد نرجع لكم. هاد البلاصه كتلقاها كل عام عامره بالبركويات وفي جميع الانحاء العالم يعني كيجيو. وهذا العام شوفوا تشوفوا البركويات كاملين واقفين، قليل غتلقى شي واحد من هنايا من اسبانيا دايز ولا شي حاجه مع هاد كورونا. يلاه دابا لقيتو نهار الحد عاد فتحوا الديوانه ما بين فرنسا واسبانيا، وبشويه بشويه خصهم الناس يديروا الاحتياطات ديالهم وكل شيء، وخا مشاو عند بعضياتهم، وخا خرجنا دابا اليوم وخا خرجنا وكل شيء زعما الناس ضروري ما دير المسافه، وخا في البحر ضروري ديري المسافه وما ديري لا ماسكاريت، مهم الكمامات ضروري، وضروري ما تغسلي يدك، هذاك الصابون ديال ديسينفكتانتي ضروري زعما يكون معاك، حسن بنادم يدير الاحتياطات ديالو. ايوا كما كتشوفوا هنايا قلت لها اليوم نصور لكم مناظر ديال البحر، ما اظن بزاف ديال الناس كيعجبهم البحر. وهنا نخليكم في هاد المناظر، وانا جري وليا نمشي عند وليداتي. رامي وصلت خليتهم ساكن جالسين كيلعبوا، وانا قلت لهم خليوني ندير الفيديو. ايوا نخليكم تشوفوا هاد المناظر، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. ملي غنساليو من هنا غنمشيو لواحد الجرده، فيه واحد اللاغو ولا واحد النهر مزيون بزاف، وتما غنفطروا. صافي نخليكم مع هاد المناظر ان شاء الله، ومن بعد نرجع لكم.
هسه صبح ديالنا في البحر، جبتنا على اليد باش نشريو فيه الميدي، نسيتو ما جبتوش معايا. ودابا حنا في الطريق لهداك الجرده اللي قلت لكم فيها هداك اللهو ولا النهر، مزيون بزاف 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 على داك البلاصه. هاكا تشوفوا الفطور ديالنا المتواضع، الفطور ديال بالزربه، هو مساكن خاصو دغيا يفطروا دغيا. ايوا جبتو مساكن على الجو في الصباح، حتى مشاو للبحر عاد جاو يفطروا. كيف كتشوفوا هاد الجرده بحال باركي هيدا مزيون، فيها المسات فين فيه يلعبوا الدراري، زعما الشجورات هيدا باش ما تضربش فيك الشمس، مزيون ونقي. دائما ملي كنجي الامبوريال دابا للبحر ضروري ما ضروري هي ماشي عشيه، كنجيكم الدار كنديروا العشيه تما ولا كنفطروا تما، واحد المكان مزيون بزاف. اول مره دائما كنجي، دائما كنجي وهنايا ملي كنجيو البحر كندوزو هنايا نفطروا. واحد اول مره دابا هنايا مع اليوم، ماشي جيت بوحدي، نسيت ما قلت لكم شي قبيلاتي، جيت مع الوالده ديالي والاب ديالي وجالسين نفطروا، وبنات اختي وولادي قالوا لي ضروري ما نمشيو نشوفوا هذاك الريو. انا الريو انا عارفه زعما هذاك النهر عارفه كاين، ولكن عمري ما شفته من الفوق. واليوم دايرين معايا التحدي نطلع مع قنطره دابا تشوفوها ديال الخشب، وانا من هذوك الناس اللي ما معياش مع المرتفعات، كتجيني هذيك الدوخه ما نقدرش نوقف، كنحس براسي غنطيح. وقلت لها لا ضروري، ما قالوا لي ضروري ما تطلعي معانا، غتمشي وتشوفي معانا. دابا غنوري لكم في الفيديو ملي طلعت، وتشوفوا زعما بعينكم كيف داير هذاك بالخشب، زعما فيها الخوف. بسم الله ندخل، الله اعلم اش غنلقى تما. وخشب وكيبان قديم، يعني ملي كتمشي عليه كتحس براسك علين نطيح. ودابا شويه ملي بديت يبان لي شويه، في الفيديو غنوري لكم ملي غنوصل للوسط، غنشوف راسي كنشوف لتحت كنقول دابا نطيح. شوفوا معايا، ولكن المنظر غزال بزاف، واحد المنظر غزال بزاف هنايا كما كتشوفوا. و زعما من بعد نقرب لكم، كنقرب شويه باش تشوفوا معايا. اول مره انا نطلع، قلت لكم دائما كنجي هنايا، ولكن اول مره نطلع نشوف هذا المنظر، واحد المنظر خيالي، واحد المنظر خيالي. تي انا درت عاد لي فوتو تما باش يبقاو لي ذكرى، مزيون بزاف واحد المنظر مزيون. نخليكم مع هاد المناظر الجميلة تستمتعوا بها.
هنا رجعت لكم باش نوريكم هاد البوينتي وهاد البون ديال الخشب، راه قديم بزاف، راه ملي كتمشي عليه كتحس راسك بحال اللي غطيح في الارض، كيدير الحس بزاف. ايوا هادشي كنت كنشوفو انا غير في الافلام، ودابا وقفت عليه الفوق ومي كنشوف كنهبط راسي كنشوف لتحت كنلقى الماء كنقول دابا نطيح الماء. احبائي وصلنا لاخر الفيديو، نخليكم دابا في هاد المناظر الجميله، وما تنسونيش باللايك ديالكم والاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد، وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم اللي كتوصلني وكنفرح بزاف، والتشجيعات ديالكم كنشكر جميع الناس اللي شجعوني، وكنتمنى ندير الفيديوهات القدام ان شاء الله. ايوا نخليكم تستمتعوا بهذا المنظر، وحتى الفيديو اخر ان شاء الله.